مساء الخير على كل مشاهدي قناة سي تي في في كل مكان. برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من بستان العقيدة. زي ما وعدناكم في الحلقة اللي فاتت ان احنا هنبتدي معاكم النهاردة الكلام عن كتاب تجسد الكلمة للقديس أثناسيوس الرسولي. لكن خلوني قبل ما نبتدي في كتاب التجسد نعرف مين هم الآباء القديسين اللي الكنيسة الأرثوذكسية لحد النهاردة بتمشي على تعاليمهم الأصيلة، ومين هم لما كانوا بيفكروا في أي قضية أو بيعترضوا يتعرضوا لأي قضية لاهوتية كانوا بيفكروا إزاي، وإزاي نعرف إن هم كانوا بيفكروا من منظور خلاصي وليس من منظور فلسفي. وليه دايما الكنيسة كنيستنا بتتهم بأن من أيام القديس أثناسيوس الرسولي والقديس كيرولوس الكبير انقطع الإنتاج اللاهوتي؟ كل ده هنعرفه معاكم مع ضيفنا اللي دايما بيشرفنا ودايما متشرفين بوجوده ودايما متباركين ان يكون معانا في كل حلقه نيافه الحبر الجليل انبا رافائيل ملاك كنائس وسط القاهره. اهلا بنيافتك يا سيدنا، منورنا ومشرفنا. سيدنا، زي ما قلت في الاول، مين هم الاباء القديسين اللي هم كنيستنا الارثوذكسيه لحد النهارده ماشيه على خطاهم على تعاليمهم الاصيله، ورأيت فيهم ايه او الكنيسه شافت فيهم ايه علشان تمشي على اثار تقواهم وتعاليمهم؟ احنا عندنا في اللغة العربية في مثل يقول من علمني حرفا صرت له عبدا، لكن في الكنيسة من علمني حرفا صرت له ابنا. فأباء الكنيسة هم اللي علمونا الإيمان وربونا في فهم الكتاب المقدس بطريقة مظبوطة، بدءا من أباء الرسل. يعني أول أباء لنا هم الأباء الرسل اللي نقلوا إلينا تعليم المسيح حسب وصيته المقدسة لما قال علموهم جميع ما أوصيتكم به، وبعدين تلمذوا آخرين، ودي قالها بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس: ما سمعته مني بشهود كثيرين أودعه أناس أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. هم تلمذوا آخرين ووصوهم أن هم يعني يتلمذوا بعد كده تمشي من جيل لجيل. عشان كده عندنا أباء بعض الرسل، في أباء اسمهم الرسوليون اللي هم أول جيل بعض الرسل، وأشهرهم القديس بوليكاربوس والقديس كليماندوس الروماني، والقديس أغناطيوس يعتبر برضه من ضمن الأباء الرسوليين. دول كان ليهم كتابات وتعاليم وشرح وإضافة في فهم القضايا اللاهوتية. بعد كده في القرن الثاني والثالث ولغاية الرابع لغاية انعقاد مجمع نقيا سنة 325 بنسميهم أباء ما قبل نقيا أنتي نايسين فاذرز، ودول أشهرهم القديس إريناؤوس والقديس يوستينوس الشهيد وآخرون. دول برضو ليهم إنتاج كنسي، يسموا إريناؤوس أبو التقليد الكنسي لأنه في القرن الثاني كتب لنا الكنيسة عايشة إزاي، إيه إيمانها وإيه حياتها وإيه الليتورجية، فسجلوا لنا ما هو مستقر في الكنيسة وإيه هو إيمانها. بعد كده جه قضية أريوس ومجمع نقيا. أشهر واحد في مجمع نقيا هو البابا أثناسيوس الرسولي اللي احنا هندرس الكتاب بتاعه. وقديس أثناسيوس في أثرى الكنيسة، أغناها بكتابات كثيرة وشروحات، وكان الإيمان بتاعه إيمان في منتهى الاستقامة، لدرجة في حلقة سابقة قلت لك إن هو يسموه معيار الأرثوذكسية. ودايما المفروض إن احنا يكون المرجع الأساسي بتاعنا في فهم اللاهوت هو القديس أثناسيوس الرسولي. بعد مجمع نقيا جم آباء ما بعد نقيا. وطبعا احنا نقدر نقسم التاريخ بعد كده اللي هو لغايه خلقدونيا وما بعد خلقدونيا. خلقدونيا كانت سنه 451، يعني القرن الخامس الميلادي. فمن نقيا لغايه خلقدونيا كان في اباء زي كيرولوس الكبير وزي الاباء الكبادوك اللي هم باسيليوس اسقف قيصريه كبادوك والقديس غرغوريوس النيسي والقديس غرغوريوس النزيانزي اللي هو يسموه الثيولوغوس او الناطق بالالهيات. ففي اباء كمان في الغرب، كان في قديس اغسطينوس وقديس جيروم اللي عمل كتاب اسمه فولجاتا وقديس امبروسيوس، كل دول برضو اباء احنا بنتعلم منهم
ومعتبرين في الكنيسة الجامعة. تمام. بعد مجمع خلق دنيا بقى في احنا مجموعة اسمنا لا خلق دنيين اللي هم الأقباط والسريان والأرمن، ومعنا طبعا الأحباش والهنود والإريتريين. والمجموعة الثانية اتسموا الكنائس الخلق دنيا. طبعا على مدى التاريخ بقى من القرن الخامس لغاية النهاردة في آباء وفي شراح أضافوا وشرحوا، وكان دايما الأب يبقى له اعتبار جدا في الكنيسة طول ما هو محافظ على نفس التقليد بنفس الخط بتاع القديس أثناسيوس الرسولي. دول كده باختصار يعني الأسامي بتاعت الآباء اللي أثروا في الفكر المسيحي. بشكر نيافتك، لأني بنتهم بأن الكنيسة الأرثوذكسية ملهاش أي إنتاج لاهوتي من أيام القديس أثناسيوس الرسولي والقديس كيرولوس الكبير، فكلام نيافتك بيوضح. بس ممكن نقول إيه، كان الإنتاج غزير وقت كيرولوس وأثناسيوس بسبب الاحتياج. يعني في قضايا ما كانتش اتحسمت محتاجه شرح. صحيح. النهارده طالما في قضايا اتحسمت انا مش محتاج انا رفائيل اني اقعد الف لاهوت جديد ولا اخترع عقائد جديده ولا هبذل مجهود في اني ابحث في موضوع عشان نقدر نحط له تحديد لاهوتي. لكن هقدر اقول كيرلس قال كذا، اثناسيوس قال كذا. عشان كده لوحظ ان الانتاج اللاهوتي فعلا من كيرلس لغايه النهارده ما هواش بنفس الكثافه بتاعه ايام الاباء الاولين، وخصوصا القرن الرابع اللي قامت فيه الهرطقات. فكان في احتياج، يبقى في يعني زي ما يقولوا ايه، مثلا ما فيش بطوله طالما ما فيش حرب. فممكن ان مثلا احنا ايام حرب اكتوبر ولا حرب يونيو ولا حرب 48 كان في ابطال حرب وشهداء. طيب لما بقى في سلام ومفيش حرب هنلاقي يعني مفيش ابطال بنفس المستوى بتاع ايام الحرب. صحيح. فمحدش يقدر يقول ان الجيش المصري ضعف. بالعكس. بالعكس. بس مفيش التحدي اللي بيخلي فيه حرب واستشهاد. قضايا اللاهوتيه حسمت الى حد لدرجه القديس ديوسكوروس لما دعي إلى مجمع قال لهم إيه القضية الجديدة اللي بزغت علشان نجتمع ونتناقش فيها؟ ما فيش حاجة. وفي مجمع أفسس بابا كيرلس الكبير قالوا إحنا هنلتزم بقانون الإيمان اللي اتقال في نيقيا وقسطنطينية، مش هنزود عليه. عشان كده ما حطوش نصوص قوانين في مجمع أفسس، بالرغم أنه مجمع مسكوني وكل الكنائس في العالم بتعترف بيه وإحنا كنيستنا بتعترف بيه. عشان كده لما يجي واحد يقول لنا ما فيش انتاج لاهوتي نقول لهم لا، اصبروا علينا. اولا في اباء اسامي كتير في وسط التاريخ وممكن يعني نبقى نتعرض ليها، اشهرهم مثلا الحاضر في ذهن القديس بولس البوشي. ودول عملوا كتب وانتاج يتطابق مع نفس الفكر بتاع القديس اثناسيوس والقديس كيرلس والاباء الاولين. لكن كمان في كنيستنا القبطية عشان ما يتظلمش يقولوا ما عندناش علماء لاهوت كتير، احنا عندنا اباء عمروا الصحراء بالصلوات والدموع. صحيح. ودول حقيقة لاهوتيين اكتر من اللي بيكتبوا مقالات، لان هم قالوا زمان من هو اللاهوتي الا الذي يصلي. فلما يكون اديورتنا لم ينقطع منها الرهبانة من ايام أنبنطونيوس لغاية النهاردة، وناس بتحافظ على المكان بدموعها وصلواتها وسهرها تسبحها، فدي أكتر من علماء اللاهوت. الحاجة الثانية هي الاستشهاد. الاستشهاد في مصر لم ينقطع. صحيح. ودي علامة حيوية الكنيسة وقوتها. لأن الكنيسة لما تدبل ما يبقاش فيها قوة، الشيطان ما يبقاش متغاز، ما يبقاش فيه حرب ولا اضطهاد ولا استشهاد. بالإضافة لأن أباء الرعاية، يعني لما يكون في ضغوط على الكنيسة القبطية من أيام الدولة البيزنطية وبعدين دخول العرب مصر والحكومات المتعاقبة، مش بس عرب، احنا حكم مصر ناس المماليك والعثمانيين وغيره، دول مش عرب. الضغط اللي حصل على الأقباط في كل التاريخ، ايه اللي خلى لسه في اباط لغايه النهارده؟ الا كان في اباء ابطال بيحافظوا على الايمان وبيحافظوا على رعايه الشعب وانتمائه للمسيح وللكنيسه. ازاي نغفل ده كله وفي الاخر نقول محدش منهم كتب
كتيب ولا مقالة. الإنصاف إن أنا مش باخد القديس بأنه كتب قد إيه، لكن عمل إيه وعلم إيه وعاش إزاي وحفظ أولاده إزاي. إحنا حتى في جيلنا دلوقتي ممكن أكون أنا بطلع في التلفزيون والناس شايفاني وعارفاني، لكن في أباء أفضل مني مليون مرة، كهنة وغيره بيخدموا خدمة أمينة أكتر مني، محدش يعرف عنهم حاجة غير شعبهم، وجايز ما نسمعش اسمهم غير بعد ما يتنيحوا، وجايز بعد ما يتنيحوا غلابة بيدفنوا حدش دريان بيهم، لكن خدموا أجيالهم بأمانة وحفظوا الإيمان. عشان واحد ما كتبش مقالة يبقى مش قديس أو مش بيساهم في لاهوت الكنيسة؟ تمام. طيب ازاي كانوا الاباء القديسين الاولانيين لما كانوا بيتعرضوا لاي قضيه لاهوتيه كانوا بيفكروا بمفهوم خلاصي ومش بمفهوم فلسفي؟ في الحقيقه حكايه المفهوم الخلاصي، السيد المسيح جاء مخصوص من السماء للارض عشان يخلصنا. حتى دي بنقولها في قانون الايمان وهنقراها في تجسد الكلمه، هذا الذي من اجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء إلى آخر. فيجب ألا يغيب عن بالنا المفهوم الخلاصي. يعني أنا إيه هدف التعليم في الكنيسة؟ هو خلاص الناس. ما ننساش أن السيد المسيح لما كلف التلاميذ أن يعلموا الناس قال لهم كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. طب يا رب يسوع الآب أرسلك ليه؟ لأجل خلاص العالم. فإذا هم انتشروا ليخلصوا العالم، ودي قالها بولس الرسول لأخلص على كل حال قوما. وقال لتلميذه تيموثاوس لاحظ نفسك والتعليم، لأنك إن فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك. إذا الهدف هنا الخلاص. ويقول معلمنا بطرس في رسالته نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس. فأنا لو قعدت أعلم فلسفة ومنطق ومصطلحات ولغات وأجيب تعريفات وشغلانة كبيرة، لكن عناية مش على خلاص الناس اللي بتسمعني، يبقى أنا بتوههم صحيح عن رسالة المسيح. ولاحظي أن السيد المسيح كان يتكلم ببساطة شديدة جدا. الحاجات اللي بتألمني أن ممكن نقرأ الكتاب المقدس نفهمه، لما نيجي نقرأ الشرحات اللي فيها فلسفة نلاقي الأمر اللي كان بسيط ومفهوم اتعقد. أنا مش مفروض نكون كده في الكنيسة خالص، المفروض أنا الحاجة الصعبة أسهلها مش الحاجة السهلة أعقدها. عشان كده كانوا الفلاسفة بيقولوا كلام يشتت الناس ويبرجلهم، بينما أبائنا القديسين كانوا يقولوا كلام يخلص الناس. ودي لازم ننتبه ليها كلنا، أنا وإخواتي اللي بنخدم في كل مكان، أسأل نفسي في كل عزة هقدمها إيه الهدف؟ هل الهدف إن أنا جاي النهاردة علشان أفرد على الناس وأقول لهم عندي معلومات وعندي لغات وعندي أنا قاري وأنا فاهم وأنا عارف؟ لا خلاص. ولا هدفي إن الناس تخلص؟ صحيح. لما بقف في الوعظة في القداس ما هدفي؟ إن أنا أتمجد في عينين الناس وأبقى بطل وأنا اللي بدافع عن الإيمان وأسد الأرثوذكسية؟ إيه الكلام اللي مالوش لازمة ده؟ الهدف هو خلاص النفوس. هذا ما فعله الآباء، بيجتمعوا يتناقشوا في إيمان خايفين لألا البدعة والهرطقة اللي تدخل تعطل خلاص الناس. وعشان كده هناك قضايا كثيرة جدا قد تكون فرعية والناس مش منتبهة ليها، وعايشة بتصلي وبتتناول وبتتنيح وتدخل السماء. يجي يطلع واحد يقول لنا حاجة تخلي الناس ينتبهوا لقضية ملهاش لازمة وينشغلوا بيها وبطلوا صلاة وابتدوا يتخانقوا. شغل شطان. صحيح. فلازم زي ما الآباء كانوا يقول لك سوتريولوجي، يعني الناحية الخلاصية أهم عندهم من أي حاجة تانية. وإحنا في الكنيسة القبطية على وجه الخصوص يهمنا جدا البعد الرعوي أكتر من أي بعد آخر. يعني إيه؟ يعني لو في قضية لاهوتية لما أنا بعرضها على الشعب هتسبب انشقاق وهتسبب بلبلة وهتسبب الناس تعثر، لازم أراجع نفسي مليون مرة، لأن أنا يهمني رعاية الشعب أكتر ما ألخمهم في قضايا لاهوتية.
طب ما في ناس يا سيدنا، معلش اتوقف عند النقطه دي، لان في كتير بسمع من الشباب وكتير من الناس بتقول طب ما لو اثناسيوس الرسولي كان موجود في الوقت ده ما كانش هيفرق، وكان هيقول الايمان الارثوذكسي السليم، ومش هي يعني مش هيفرق معاه اذا كان حد هيعترض، حد مش هيعجبه او يعني. طبعا محدش فينا بيعترض على ان الايمان يعلن، واحنا بنعمل ايه دلوقتي؟ لكن في فرق بين ان انا بتوه الناس في متاهات فلسفيه، وان انا ببسط للناس علشان يفهموا الحاجه اللي تخلصهم. الهدف في الكنيسه ان احنا نخرج الدسين، مش نخرج علماء. انا عارف ان في كنائس اخرى بتنافسنا في حكايه انهم عندهم علماء. احنا عندنا قديسين، احنا عندنا ناس بسطاء في المعرفه لكنهم اغنياء في الايمان. ويمكن أنا استخدمت المثل ده كتير، لكن الناس بيقولوا أنت بتتاجر بدم الشهداء. شبابنا البسيط الغلبان اللي كان شقيان عرقه عشان يأكل أسرته وهم في ليبيا، واستشهدوا والعالم كله شهد إزاي هم صمدوا والسيوف على رقابيهم. دول مش علماء لاهوت. صحيح. لكن دول لاهوتيين. دول ما قروش كتب. دول ما كانوش يعرفوا لغة يونانية ولا لاتيني. دول ما كانوش عارفين الفروق اللاهوتية بين التفسير الشرقي والغربي والمتاهة اللي بيدخلونا فيها دي. وصلوا لنا الإيمان، لكن دول الحقيقي كانوا بيحبوا المسيح. صحيح. دول كانوا متمسكين بالإيمان البسيط. فأنا نفسي بالرغم أن احنا نقعد ندرس، لكن ما نتخش عن الهدف الأساسي وهو خلاص النفس. حتى موت السيد المسيح كان موت خلاصي طبعاً. على الصليب، غير موت الشهداء اللي نيافتك بتكلم عنه. المسيح هو المخلص، جاي حتى التعليم بتاعه تعليم خلاصي، فيبقى كل الآباء وهم بيعلموا تعليم خلاصي. وبرضه بكرر دايما أسأل نفسي ما هو الهدف من التعليم الكنسي؟ يعني مثلا إيه؟ لو أنا بدرس في كلية الطب، هسأل نفسي أنا إيه الهدف من أنا بدرس دلوقتي؟ أنا أطلع طبيب فاهم يعرف يعالج الناس كويس. الهدف هو معالجة الناس كويس. لكن لو أنا بدرس في كلية العلوم، إيه هدفي؟ عايز أطلع أحد العلماء اللي هيفكر لنا في نظرية جديدة ويعمل لنا حاجة جديدة. طب لو أنا بدرس في كلية أصول اللغة العربية، عايز أخلي اللي قدامي يبقى فاهم اللغة العربية على أصولها ويجيب النصوص القديمة من عصر الجاهلية ويقارن دي إيه الهدف بقى في الكنيسة؟ إن أنا أطلع علماء لاهوت من الشعب، ماشي؟ لكن أنا مش عايز كده، أنا عايز أطلع قديسين خلاص النفس، نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس. في الوسط بقى في بعض الناس بيستهويها إن هي تدرس الحاجات دي، بس ما تبقاش عينيها زيغة عن خلاص نفسها. ولذلك أنا بلاحظ هناك شباب كتير جدا يدرس لاهوت بتقوى. تقوى، تلاقيه كده جميل ومتضع ولذيذ وحاضر في الكنيسة ومصلي وعينيه على السماء وماليش دعوة بحد، وممكن يكون صامت ننكش عشان يطلع منه معلومة يقولها بمنتهى الاتزان والتواضع، ويقولها بروح المصالحة مش بروح الحرب. وعلى النقيض واحد تاني يقرأ له كلمتين يطير ويقول بقى كلام يشتت الناس ويبلبلهم ويضايقهم. فأنا نفسي روح التقوى لا تفارقنا وإحنا بندرس أو بندرس. طب من ضمن الآباء اللي أثروا جدا في الكنيسة الأرثوذكسية البابا ديسكوروس، لكن للأسف البعض بيتهم البابا ديسكوروس بأنه هو سبب انقسام في الكنيسة، فمحتاجين توضيح من يافتك. البابا ديسكوروس في الحقيقة بابا رقم 25 اللي هو جه على طول بعد البابا كيرلس الكبير. بابا كيرلس الكبير اتنيح سنة 444 وهو في نفس السنة تجلس على الكرسي لأنه كان سكرتير البابا والناس كلها أجمعت عليه. وكان مشهور بأنه محافظ على الإيمان لأنه حضر مع البابا كيرلس مجمع أفسس وشاف الحوارات. ومشهور بأنه إنسان وديع وطيب القلب. لكن عند الحق حق، هو من الناس اللي اتظلمت كتير جدا في تاريخ الكنيسة، لأن حكم عليه في مجمع خلق دنيا ظلما، ونفي إلى جزيرة غغرة، وعومل معاملة قاسية جدا لغاية لما تنيح لدرجة بيعتبروه أحد المعترفين أو أحد الشهداء.
لأنه كمان مات في المنفى تحت تأثير الضغط والمعاملة القاسية يعني. ويقولوا أن فترة نفيه في جزيرة غغرة كان معاه كمان أباء من مصر منفيين معاه، خدموا الناس اللي حواليهم، حولوهم من الوثنية للمسيحية. البابا ديوسكوروس ناس بتقول ان هو سبب انقسام الكنيسة لانه عنيد ودكتاتور وفرعون مصري، وناس عارفة انه كان مظلوما. انا بقول للاخوة السامعين دلوقتي، في كتاب حديثا طلع اسمه مجمع خلق دنيا اعادة فحص، تأليف راهب هندي اسمه الأب صمويل، ومترجم باللغة العربية، أرجو أن أنتوا تقروه. الراهب الأب صمويل دوت هو راهب هندي لكنه يعرف اللغة السريانية. ومجمع خلق دنيا كان فيه ناس سكرتارية بيقعدوا يكتبوا أعمال المجمع، يعني يكتبوا محاضر الجلسات، فهو عثر على مخطوطات باللغة السريانية القديمة أعمال المجمع بالتفصيل، واحد قاعد يكتب إيه اللي بيحصل، مسجل للمجمع، وترجمها ونشرها، وبين فيها براءة البابا ديوسكوروس من أي اتهام نسب إليه. اسمه إيه الكتاب يا سيدنا تاني؟ مجمع خلق دنيا إعادة فحص. أوكي. موجود بالإنجليزي للناس اللي بتقرأ إنجليزي، ومترجم بالعربي ومنشور في مصر. مجمع خلق دنيا إعادة فحص، لأنه بيقول إيه المشكلة في إعادة خلق دنيا. طيب. إذا كان في متسع من الوقت أقول لك حاجة بريف كده مختصر. في مجمع خلق دنيا كان في قضيتين بيشغلوا بال الآباء المجتمعين. ولازم أنا أتكلم بطريقة محايدة ونبقى بنقول اللي نوع علينا. طيب. كان هناك بدعة نسطور اللي بتقول المسيح شخصين، وبدعة أطاخي اللي بتقول المسيح طبيعة واحدة لأن اللاهوت أكل الناسوت. فهم عايزين يحطوا صيغة إيمان لا يقع في النسطورية اللي فيها اثنين، ولا يقع في الأطاخية اللي فيها واحد، فعاملين زي الماشي على حبل. فهم الإيمان المقتنعين به أن المسيح فيه اللاهوت وفيه الناسوت، الاثنين موجودين. لو قلنا الطبيعتين هيبقى نساطرة، لو قلنا طبيعة واحدة هنبقى أطاخيين. فكان الصراع حوالين كده. البابا ديوسكوروس قال لهم نلتزم بالصيغة اللي قالها كيرولوس الكبير. المسيح قالها لكم باليوناني لأنها مشهورة جدا، ميا فيسيس تو ثيولوغو سيساركوميني. ميا فيسيس معناها طبيعة واحدة، توثيقه لغو لله الكلمة، سيسار كوميني المتجسدة، طبيعة واحدة متجسدة لله الكلمة. وطبعا ميا فيسز مش مونو، مونو معناها وحيدة، ومية معناها واحدة، وفي فرق بين الكلمتين. وحيدة معناها كلام بتاع أطاخي إن اللاهوت أكل النسوت، فما فيش نسوت، المسيح لاهوت بس. فهم ما استخدموش كلمة مونو فيزيس، استخدموا كلمة ميا فيزيس. فيزيس اللي هي فيزيك اللي هي فيزياء طبيعة. فميا فيزيس معناها طبيعة واحدة، وتحوي في معناها ان هي فيها اتحاد في الطبيعتين موجودين. كان في نوع من سوء النية المبيتة حسب ما الكتاب بتاع إعادة فحص ده قال. سوء النية المبيتة قال ان تحالف بابا روما مع امبراطور بيزنطة على سحق اسقف الاسكندريه اللي هو البابا ديوسكوروس قبل ما يجي. قال له الراجل ده احنا مش يعني، هو طلع لنا في المقدر بتوع اسكندريه، هما دايما اللي صوتهم مسموع في المجامع. ديوسكوروس ده لازم نهده، يعني الاضطهاد كان ضده قبل ما يجي اصلا. تحالف يعني في اتفاق مسبق. الراجل ده احنا عايزين نخلص منه. وخصوصا ان كان في قبلها مجمع، وطاخي كان حاضر وقال أنا ما قلتش الكلام ده وأنا متبرئ منه، وجايز يكون ضحك عليهم فبرأوه، وكان البابا ديوسكوروس هو سبب التبرئة دي. فقالوا أنت أطاخي. يا عم أنا مش أطاخي، أنا مش لا أؤمن بإيمان أطاخي. أطاخي قال ما فيش ناسوت، إحنا بنقول في ناسوت. فمع ذلك حكموا عليه من أول الجلسات بالحرم والنفي. وفي أواخر الجلسات كان في مندوب من الإمبراطور حاضر
كمراقب. فقال أنا ملاحظ اتنين مندوبين من الإمبراطور قالوا أنا ملاحظ أن أنتوا دلوقتي استقريتوا على إيمان بتكتبوه نفس اللي قالوا ديوسكوروس أول جلسة وأنتوا حرمتوه بسببه. فردوا ودي متسجلة في المحاضر، ديوسكوروس لم يعزل لأسباب لاهوتية لكن لأسباب سياسية. الكلام ده مش كلام أقباط، ده كلام واحد هندي عن مخطوطات سريانية. فيبقى بابا ديوسكوروس اتظلم، وده اللي يبرئه عشان للناس اللي تقول ما يمكن عليه ملامه. قالوا عليه ملامه، هو لو كان متضع شويه ما كانش الكنيسه انقسمت. ده هي كان قبل ما يروح المجمع كان في تحالف. وده مذكور، اللي انا بقوله ده مذكور في الكتاب ده، ارجوك تقروه. كتاب حلو، كتاب مجمع خلق الدنيا اعاده فحص. تحالف اسقف روما مع امبراطور بيزنطا اللي هي قسطنطينيه على سحق، نفس التعبير، على سحق اسقف الاسكندريه. فهم زي ما يكون واحد بقى مبيتين له ومستنيه اول ما يجي نديله حرمة على طول ونبتدي نشتغل من غيره، وده اللي حصل. طيب كنيستنا لما وصل لها الخبر قالت احنا ما نقبلش المجمع دول لغايه النهارده، ما نقبلوش. يعني ايه تحرموا البابا بتاعنا ظلما؟ وما قالش حاجه غلط، تعليمه تعليم الاباء زي كيرلس وزي اثناسيوس. فازاي نوافق على ان هو سبب انقسام الكنيسة؟ فده ظلم. تمام. طب خلينا نعرف قيمة الكنيسة القبطية عندنا إحنا وعند الآخرين في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل، وإزاي إحنا كمسيحيين كأقباط إن إحنا نحتفظ بإيماننا وأرثوذكسيتنا مهما اختلف الوطن أو حتى اللغة. بصي، أولا كلمة أقباط استخدمت بعد دخول العرب مصر، لكن إحنا منذ البداية اسمنا كنيسة الإسكندرية واللاهوت السكندري وأباء إسكندرية، كرسي إسكندرية اللي هو كرسي ماري مرقس. يعني نقول إحنا كسكندريين أحسن ما نقول إحنا أقباط. هي أقباط مش غلط، بس إحنا الأصل بتاعنا سكندريين. طبعا هي بس الاثنين صح، وكلمة أقباط دي غالية علينا جدا، لكن الكنائس الأخرى مش فاهمة كلمة أقباط. كنيسة الإسكندرية، فكنيسة الإسكندرية منذ أيام ماري مرقس في الحقيقة كان ليها وضع متميز، وكان الأباء اللي بيتولوا كرسي ماري مرقس أباء علماء وقدسين وأتقياء جدا. يعني إحنا ما نسمعش في تاريخ 118 بطرك بحاجات توقع في الوسط يعني. فده اللي خلى كنيسة الإسكندرية ليها مكانة في العالم كله. قد يكون مثلا كنيسة أورشليم اللي هي أول كنيسة اللي أسسها المسيح نفسه كان عليها الضغط بتاع اليهود والاضطهاد، والأباء الرسل نفسهم سابوها وراحوا يكرزوا في كل مكان، مبقاش ليها القوة الأولى. بعد كده كنيسة أنطاكيا اللي هي في سوريا كان للأسف بقى فيها مدرسة لاهوتية بتتبنى تفسير حرفي للكتاب المقدس، فطلع منها هرطقة كتير. بعد كده في أوروبا كانت كنيسة روما هي العاصمة بتاعت الإمبراطورية اللي بتحكم العالم كله، فتأثرت كثيرا جدا بالسياسة. أيام ما كان في اضطهاد من الدولة الرومانية على الكنيسة كانت كنيسة روما دي زي كنيستنا، زي منتهى الاستقامة. وعندنا أباء أساقفة روما أو بطاركة أو باباوات يعني بنحتفل بهم في السنكسار لأنهم كانوا قديسين. اللي غير الحال؟ اللي غير الحال هو دخول السياسة في الكنيسة. الإمبراطور بيتدخل. طبعا كان الإمبراطورية الرومانية تشمل كل أوروبا تقريبا وشمال أفريقيا ومنطقة فلسطين والشام، دي كلها الإمبراطورية اللي هي المنطقة العمرانة اللي فيها حضارة. بعد كده حصل ان الامبراطوريه دي بقت اتنين، حاجه في الغرب عاصمتها روما وفي الشرق عاصمتها قسطنطينيه اللي سموها روما الجديده. فبقى القسطنطينيه ليها اهميه سياسيه زي روما، بقى في تنافس بين روما والقسطنطينيه اللي كان اسمها بيزنطة. والتنافس دوت اثر على الحياه الكنسيه، مين اعظم اسقف روما ولا اسقف بيزنطة؟ احنا بقى في اسكندريه كنا بعيد عن هذا الصراع،
ومهتمين بالعمل الرعوي والرهبنة والاستشهاد والتعليم النقي الجميل، بعيدا عن التأثير السياسي، لأن ما فيش حصل في جيل من الأجيال من ماري مرقس لغاية البابا تواضروس أن بابا الإسكندرية بقى حاكم مصر، صحيح، أو له تأثير على حكام مصر أو حكام مصر بيتسلطوا عليه، ما حصلش. بينما في أوروبا كان العكس، ممكن الإمبراطور يؤثر على أسقف روما لأن هو جنبه، أو العكس فيما بعد، بقى البابوات هم اللي بيعزلوا الملوك ويجلسوهم، فبقى في تدخل سياسي. عشان كده احتفظت الإسكندرية بنقاوة التعليم اللي فيها ونقاوة الاتجاهات، يعني عوامل تاريخية ليس لنا فيها فضل، بس هي ظروفنا، إن إحنا كنيستنا ظروفها كده. فعشان كده بقى في المجامع المسكونية، طبعا نسيت أقول حتة في الوسط، إن في الإسكندرية ماري مرقس أنشأ مدرسة لاهوتية، وكانت الإسكندرية قبل ماري مرقس ب 300 سنة أنشئت في عهد الإسكندر الأكبر على اسمه، ونماها بطليموس اللي كان حاكم من مصر بعد الإسكندر، وكانوا الهدف أن تكون الإسكندرية مدينة ثقافية تنافس أثينا في اليونان. شوفي بقى، روما مشغولة بالسياسة والحرب، أثينا مشغولة بالفلسفة، والإسكندرية بقت مراية لأثينا. وبعيدا عن التأثير السياسي لأنها بعيدة عن مراكز الحكم، فبقت مدرسة الإسكندرية مدرسة فيها تعليم نقي من البداية، لدرجة كتير جدا من علماء اللاهوت في العالم كان يجوا الإسكندرية يتعلموا، وأباء كتير من كبادوك ومن أماكن كثيرة تعلموا في مصر. بالإضافة تأثير الرهبنة المصرية على النسك والتقوى، بالإضافة للاستشهاد اللي كان في مصر ما انقطعش من مرموس لغاية النهاردة، كل دي عوامل أثرت أن الروحانية تبقى عميقة وتقية. فكان لما يجتمعوا في مجمع، الأباء الحاضرين مستنيين أسقف الإسكندرية يقول إيه، وعشان كده طلعت اللقب بتاع قاضي المسكونة والعظيم في البطارقة. كلمة العظيم في البطارقة لما تتقال على البابا تواضروس، مش معناه ان هو اعظم من البابا شنودة ولا البابا كرولس ولا الباباوات اللي قبله، لكن معناها العظيم في البطارقة اللي موجودين حاليا في العالم الاحياء. فده لقب الأخرى. لقب لبابا الاسكندرية من زمان، العظيم في البطارقة، ثالث عشر الرسل، قاضي المسكونة. اتقالت مش مجاملة، اتقالت لأن كان أسقف الإسكندرية بيبقى من علماء اللاهوت الأتقياء. في فرق بين عالم أهم ده. أيوة طبعا، التقوى والقداسة دي حاجة كنز، فالواحد لما يدرس كتاب مقدس ويدرس بتقوى كنز. صحيح. فكانوا يأخذوا منهم المعلومة النقية الحلوة، فدي اللي مخلي ليها مكانة. طبعا انا طولت، لا لا طيب. انا بحب الكنيسه بعد فاصل، بس بعد طيب هكمل حتى طبعا لازم نفتح بعشق كنيستنا دي. العوامل الضغط والاضطهاد اللي في الكنيسه من ايام الدوله البيزنطيه لغايه النهارده خلت الايمان بتاعنا ما عندناش الرفاهيه بتاعت ان احنا نزود ونغير، والكلام ده قلته في حلقه سابقه. فده مخلي النهاردة علماء اللاهوت في العالم المنصفين اللي بيدرس كويس عارف ان الكنيسة القبطية ما غيرتش، لا غيرنا في لاهوتنا ولا غيرنا كتير في لترجيتنا ولا في الممارسة بتاعتنا. ولذلك الشباب اللي بيطلع يدرس من مصر خصوصا في مجال الليتورجية، تلاقي عالم من علماء الليتورجية يقول له انتوا كنيستكم في مصر حافظت على الحتة دي. يعني مثلا ايه، في كنايس تستخدم كذا خبزة في التناول، احنا عندنا خبزة واحدة، كان زمان كده يقولك انتوا محافظين على دي. في كنائس تغمز الخبز في الكأس وتناول الناس، او تناولهم الجسد ما تناولهمش في الدم، احنا بنتناول الجسد وتناول الدم، يقولك انتوا كنيستكم محافظة على دي لسه ما غيرتهاش. وهكذا في البسخة، في السهرات التسبيحة، فيش كنيسة بتعمل سهرة للصبح عشان عندنا التسليم غير الأبار، فيقولوا لكم انتوا يا بختكم انتوا كنيستكم ما غيرتش.
عندنا طقس المعمودية، الصلاة على المياه وعلى الموعوظين والتغطيس كما هو منذ القرون الأولى، حتى في كلماته لم تتغير. فالكنيسة بتاعتنا غالية جدا في نظر الناس الفهمة، لكن للأسف أحيانا مش فاهمة ومتشددة من ولاد الكنيسة، أحيانا بيبقوا مش فاهمين دي، فيبتدي ينتقد الكنيسة، هو مش عارف أنه بين إيديه كنوز. لدرجة في واحد كان كاتب حاجة للأسف يعني حاجة تهكمية على الكنيسة، قال إيه؟ قال إن الكاثوليك عرفوا يترجموا الكتب الآباء ويقدموا الموسوعات، والبروتستانت عرفوا يترجموا الكتاب المقدس وينشروه، والكنيسة القبطية لم تقدم للعالم غير لعنة الفراعنة. للأسف مهما يعني، طبعا كاثوليك كتر خيرهم، البروتستانت كتر خيرهم لأنهم عملوا حاجات كويسة، لكن ما يبقاش أنا كمان بقول كنيستي ما عندهاش غير لعنة الفراعنة. مين يقول على كنيسته كده؟ واللي مش فخور بكنيسته ما يستاهلهاش. لكن احنا كنيستنا عملت شغل كتير، وهي جميلة في أعين الغرباء اللي عاملين بينبهروا بإيه اللي فيها دي. من عدة سنوات كان جه مطران من لبنان يزور مصر من الروم الأرثوذكس، وسيدنا أنبا موسى يعني معاصر القصة دي ويحكيها. لما جه وحضر اجتماع شباب في أحد الكنائس وبص عدد الشباب فقال إيه؟ أنتوا عندكم شبيبة ما عندكم قادة، إحنا عندنا قادة ما عندنا شبيبة. بس احنا كنيستنا غنيه، الشبيبة الاثنين مهمين طبعا، بس يعني هو عايز يقول انتوا غلابه ما عندكمش قيادات، لكن عندكم شباب وكنيسه بتشغي. فالكنيسه في عينين الاجانب الغرباء عارفين ان هي حاجه قويه. صحيح. الناس بتستغرب ليه كل سفير بيجي يروح معدي على البابا، ليه كل وزير جاي ولا جاي حد من خارج يعدي على البابا. الناس مش فاهمة، ان الناس فاهمة يعني ايه كنيسة قبطية، الا احنا اللي عاملين نخفس فيها. فكنيسة ليها قيمة. بشكرك جدا يا سيدنا، وانا حاسه ان نيافتك مش عايز تسيب النقطه دي، لكن انا بعد ما نطلع لفاصل برضو عايزه اعرف ازاي نحتفظ بقبطيتنا حتى لو غيرنا الوطن او اللغه. فاصل قصير ونرجع لكم بعد الفاصل نستكمل باقي حلقتنا بعد الفاصل. الله المحب الرحوم أطلق بنفسه الجسد من أسره وحرره من عبودية الهلاك المر المميتة ومنحه الخلود في الأبدية. بذلك منح الجسد البشري عطية الأبدية المقدسة فجعله خالداً غير مائت إلى الأبد. برحب بكم من جديد في بستان العقيده، برحب بنيافتك يا سيدنا. اهلا بيك. سيدنا للاسف يعني كان نفسنا نكمل بقيه الاسئله بس معانا تليفونات. معانا استاذ ادهم من القاهره. استاذ ادهم اهلا. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. ونقابل هذا السيد. اهلا بحضرتك. الحقيقه انا ليا سؤالين. هو السؤال الاول، في كتاب في اللاهوت العقيدي صادر من احد ابناء الكنيسه كتب في الكتاب ده مقاله ان السيد المسيح اثناء رحله تجسده على الارض، مسيره التجسد والفداء، اللاهوت ساعد الناسوت في كثير من المواقف، قواه وحماه من الموت قبل اتمام مسيره الفداء. فهو كتب موقفين. الموقف الاول في الصيام الاربعين اللي صام السيد المسيح، كتب ان مفيش جسد بشري يقدر يحتمل اربعين يوم صيام بدون اكل او شرب، لان طبيا الجسد البشري بيموت، بيصيبه جفاف وضعف وهزال وبيصاب بالتسمم بعد اسبوع من الصيام. فاللاهوت ساند الناسوت انه لم يمنع عنه الاحساس بالجوع، ولكن قوى الناسوت طول هذه المده
حتى يحتمل هذا الصيام الطويل، وان ده صيام معجزي خارق للطبيعه اشبه بصيام موسى النبي وايليا في العهد القديم، وان الكنيسه لم تطلب من احد، لو كان في جسد بشري يقدر يحتمل كل هذا الصيام كانت طلبت من اثناء صيامه الاساقفه والبطاركه ان تصوم 40 يوم لما صمت المسيح. فهو اللاهوت قوى الناسوت البشري للسيد المسيح حتى يحتمل طول هذه المده بدون ما يمنعه من الاحساس بالجوع، لان السيد المسيح بيقول ده اخير. تمام. برضه بيقول اللاهوت ساند الناسوت في رحله الالام. يعني رحله الالام ناسوت السيد المسيح احتمل الام نفسيه جامده قوي وعذابات جامده، سواء باللكم والضرب والجلد. تمام. ضعف. فكان اللاهوت لم يمنع الاحساس بالالم، لكن قوى ناسوت السيد المسيح حتى يصل الى الصليب حتى يسلم الروح. تمام. تمام. أنا بشكر حضرتك، غالبا كان محتاج يسأل سؤال تاني، ممكن حضرتك تتصل تبقى مرة تانية. إجابة هو طبعا ممكن تكون المعلومة دي مظبوطة، الأربعين الأول ممكن تكون مظبوطة، لأن مثلا موسى لما صام 40 يوم مرتين دي مسنود بنعمة إلهية خاصة. يعني مش كل الناس يقدروا يصوموا فعلا، وإليا نفس الحكاية. أما المسيح ما كانش محتاج نعمة خارجية تسنده، لكن هو مصدر النعمة. عشان كده ما فيش مانع ان لاهوته يسند ناسوته ان يخور وانه يموت من قلة الاكل او من كثرة الالامات قبل ما يتمم الصليب، فما فيش. لكن طبيا صحيح يا سيدنا الانسان ما حدش يقدر 40 يوم من غير اكل ولا شرب، مش ممكن طبيا، يعني لازم في سندة إلهية. طب وفي رحلة الالام يا سيدنا نفس الحكاية، كان ممكن المسيح، لان طبعا في فرق بين واحد عنيف ومتشرد وقطع طرق، فتلاقي يعني ايه يتخبط ما يحسش، واخد على واحد تاني شاب رقيق مهذب يعني ابن ناس. فممكن كانت رحلة ألامه ممكن يموت قبل ما يكمل الصليب. لكن اللاهوت سنده انه مش يخفف الألم، ما خففش الألم، لكن سنده انه يكمل، انه يكمل لغاية ما يشرب الكاس الى اخرها يعني. تمام. معنا استاذ عزت من طنطا. الو، مساء النور، اهلا بحضرتك. مساء الخير يا سيدي، اهلا بيك. لا في اسف يا سيدنا على اساس ان انا هطلع من الموضوع شويه. اتفضل. في سؤال، احنا داخلين على نهايه العالم، بالنسبه للهيكل وبناء الهيكل، هل هيبقى في له قدسيه؟ هيقدم عليه ذبايح ويبقى له قدسيه؟ ركس الخراب هيخش في هيكل سليمان اللي هيتبني، ولا هيخش في هيكل ثاني المسيحي، ولا هيخش اي هيكل؟ طيب ده على اساس نهايه العالم. للاختطاف هل هيبدا قبل الدقيقه ولا بعد الدقيقه العظيمه؟ وبالنسبه لسيدنا المسيح هل هينزل هيقعد سنة 2 3 ويطلع، ولا هيجي على السحاب ويمشي؟ ده داخلين عليه في نهاية العالم، أنا قربت. عايزين نفهم من القدس. طيب. أولا بالنسبة للهيكل، ناخد تليفون مارينا الأول. نعم. معنا مارينا من اسكندرية سيدنا، بس هناخد تليفونها الأول. ألو. سلام. أهلا بيكي، أهلا بيكي يا أستاذة مارينا، اتفضلي. أهلا بحضرتك، اتفضلي. سلام يا سيدنا. اهلا بيك. عندي استفسار صغير يا سيدنا. هو ممكن في سبب للموت غير اراده ربنا؟ وازاي الحكايه دي ممكن تخرج من ايد ربنا؟ سبب للموت يعني؟ سبب ولا هل ممكن الشيطان هو ليه سلطه ان يموت الانسان؟ طيب. وفي حاجه كمان يا سيدنا عايز اكلمك فيها. بس يا ريت يعني محدش يقفل السكه، عشان يعني لو اتقفلت السكه لا. انا بصراحه مش عارفه الدين. لا احنا مش هنقفل السكه، اتفضلي. لا انا ابويا اتوفى. ربنا يعزيك. تعيش يا سيدنا، ربنا يخليك. والسبب في الموضوع ده كاهن في الكنيسه يا سيدنا. شارب في قتله. وعلى فكره هو استنجد بيك يا سيدنا وكلمك قبل كده.
وانت قلت له معلش انت مش تبعي مش تبع المنطقه. لو انا بقى قلت لبابا تبصر هيقول لي ايه؟ هيقول لي بصر انت مش تبعي؟ طب انا تبع مين؟ انا بعد كله عارفين ان ابويا ضاع مني. طيب. وانا ماليش حد غيري. ربنا يعزيكي يا استاذه مارينا، ربنا يعزيكي. طيب. ربنا يعزيكي. طيب احنا نجاوب على استاذ عزت بيقول كان احنا بيتكلم على علامات نهايه العالم والاختطاف قبل الدقيقه ولا بعد الدقيقه. حكايه بناء الهيكل احنا بس ما ننساش ان السيد المسيح قال لا يترك هنا حجر على حجر الا وينقض، وكلم عن خراب الهيكل وقال عن اليهود والعباده اليهوديه ممثلة في شجرة التين لن يأكل منك أحد ثمرا إلى الأبد. فيبقى في الحالة دي احنا عارفين حسب كلام السيد المسيح ان الهيكل لن يقوم له قائمة. وإذا اليهود بنوه ملوش أي اعتبار ولا أي قدسية. أما ركسة الخراب اللي اتكلم عنها هي حصلت سنة 70 ميلادية لما تم خراب الهيكل على يد القائد الروماني تيتوس. فدي خلاص، دي خلاص. اما مجيء المسيح الثاني هيجي على السحاب في لحظه من الزمن يختطفنا اللي يطلع بينا للسماء خلاص. لكن مش هيقعد على الارض لا سنه ولا اثنين ولا الف زي ما بيقولوا، ولا هيكون في ضيقه عظمى بعد ذلك. الضيقه العظمى ما قبل المجيء الثاني، لكن لحظه المجيء هي لحظه الاختطاف، هي الابديه على طول. تمام. طب استاذه مارينا كانت بتقول سبب الموت هل اراده الله ولا في سبب؟ بص طبعا الله وحده له سلطان الموت والحياه. لكن احنا عارفين ان في ناس بتنتحر. صحيح. وفي ناس بتقتل. هل الله مسؤول عن الانتحار ومسؤول عن القتل؟ لو كان كده يبقى ليه عاقب الناس اللي بيقتلوا او الناس اللي بتنتحر؟ صحيح. وفي ناس تؤثر زي ما هي بتشتكي ان في اب كاهن تسبب في ان باباها يتوفى. في ناس بتؤثر في الاخرين، يعني مثلا لو دكتور اهمل في علاج مريضه بطريقه فيها تقصير او تعمد او غيره يتسبب في قتل انسان. لو في دكتور عرض مريضه لجراحه وكانش هو متمرن عليها وضيعه، ما هو برضه مسؤول. لو ان مثلا انا مش عارف ايه قصه مارينا وبقاها مع ابونا مين وكنيسه ايه، يكون مثلا طلب منه فلوس عشان يتعالج وما ادالوش اي حاجه، في اسباب. فالله هو مش مسؤول عن الجرائم دي. طب والشيطان؟ بمناسبه ان هي زعلانه ان مثلا اتصل بيا من حته بعيده ويقول لي انا عندي مشكله. مفيش واحد يقدر يحل مشاكل الكون. ليه ربنا عمل كنائس وليه عمل إبرشيات وليه عمل كهنة وليه عمل أساقفة؟ علشان كل واحد يبقى مركز في الدايرة بتاعته وعارف ظروف كل واحد يحل فيها مشاكله. لكن مفيش إنسان يستطيع أنه يتطوع يحل مشاكل الكون. فأنت بتعملي زي ما يكون العنوان غلط. لكن أنا طبعا متأسف ليها أن هي باباها توفى وربنا يعزيها. بس كان بتقول هل الشيطان ليه سلطان ان هو ممكن يموت الانسان؟ لا، الشيطان ملوش سلطان على الموت والحياه. طيب لاني قدامنا في حدود 4 دقائق تقريبا، ازاي نحتفظ بقبطيتنا حتى لو غيرنا الوطن او اللغه؟ طبعا ما دخلناش في تجسد لا ده لسه الاسبوع الجاي بقى يا سيد. طبعا كلمه قبطي معناها مصري. واهم ما يميز الثقافه القبطيه اللغه. والفن واللحن والطقس، هي دي اللي بتميز القبطية. يعني احنا عايزين بصوا في 3 مصطلحات لازم نعرفها. المسيحية، ودي يشترك معنا فيها كل المسيحيين في العالم. 2، الأرثوذكسية، يشترك فيها معنا ناس تانيين من جنسيات أخرى لكنهم أرثوذكس، زي السريان، زي الروم، زي الأحباش، الإريتريين، الهنود إلى آخره. القبطية، ودي بتاعتنا احنا بس، دي مواطنة وقومية. فإحنا لازم نحتفظ بمسيحيتنا وأرثوذكسيتنا وقبطيتنا. القبطية أهم ما يميزها اللغة. لكن حصل إن إحنا في عهد البابا كيرلس السادس بدأوا الأقباط يخرجوا بره مصر ويهاجروا، وبقى لينا دلوقتي وجود قبطي
في كل قارات العالم أو يعني في معظم الدول. ففي ناس اللي هم لسه طالعين من مصر وتعلموا في مصر وعاشوا في مصر هيعودوا مصريين لغاية ما يتنيحوا، لكن أولادهم اللي مثلا هاجر وهو عنده سنتين ثلاثة أو اتولد هناك بيطلع ما يعرفش يتكلم عربي ولا يعرف حاجة عن الكنيسة القبطية، وهو منتمي للبلد اللي صرفت عليه وعلمته وبيحبها. فيه تخوف ان احنا بعد 10-15 سنة السكند والثيرد جنريشن اللي هو الأجيال اللي اتولدت هناك يقطعوا صلاتهم بالكنيسة القبطية، ويبقى في الحالة دي هيدوبوا في المجتمعات، لا بقوا مصريين ولا بقوا أباط، وأحيانا يبقوا كمان مش مسيحيين. عشان كده الكنيسة منذ البداية من أيام البابا كرول السادس بدأت ترسل كهنة لرعاية الشعب. من ضمن أهم العلامات اللي تخلي الشعب ده ملتزم بالكنيسة هو الحفاظ على الرابط بين الكنيسة في المهجر والكنيسة في مصر. ده يحافظ على القبطية. مش شرط اللغة. يعني بنصلي بالإنجليزي، بنصلي بالفرنساوي، بالإيطالي، بالألماني، بأي لغة، لكن النغمة قبطي والكلمات قبطي والفكر قبطي اللي هو السكندري. يعني لو واحد ما يعرفش اللغة هيقدر يعرف أبونا بيقول إيه من النغمة نفسها لو هو طبعاً. لو هو متابع. يعني عايز أقول إن زي ما مثلا البيزنطيين دلوقتي مثلا في لبنان وسوريا الروم الأرثوذكسي يصلوا بالعربي. طبعا في الوسط لازم يقولوا يوناني، لازم بيحبوا لغتهم قوي. لكن حتى لما بيصلي بالعربي بيقول بالنغمة البيزنطي، تلاقي الصوت السولو دوت بيحتفظوا بالأيقونات بالفن البيزنطي، يحتفظوا التراث بتاع الكنيسة يكون بيزنطي، الملابس الكهنوتية بيزنطية، أسامي الأباء الكهنة والأساقفة لازم تكون باليوناني. فإحنا نفسنا مع انتشارنا في العالم ما ندوبش ونحتفظ بأن إحنا مصريين، والأجيال اللي جاية تبقى مفتخرة بهذا ويكون ليهم الفكر السكندري، الفكر السكندري اللي هو اللاهوت بتاعنا، ما يتأثروش بلاهوتيات أخرى بالرغم من احترامنا ليها. لأن أحيانا واحد يقول لك طب إحنا مش بنعمل حوارات مع البيزنطيين ومع الروم الأرثوذكس مع الخلقدونيين، أنتوا ليه كارهينهم؟ إحنا مش كارهين حد. إحنا نعرف إحنا مين ونثبت في اللي إحنا فيه ونتحاور، وعشان يبقى فيه نوع من التفاهم المتبادل يقود إلى الوحدة مش الذوبان. صحيح. صحيح. فإحنا لازم نحافظ على قبطيتنا من خلال اللغة، نحافظ عليها شوية بس مش هي الأساس، لأن في حاجة تانية. صحيح. اللحن، الملابس الكهنوتية، طراز الكنيسة، الفن القبطي، وأهم من ده كله الفهم السكندري، الفهم السكندري للاهوت والكتاب المقدس. بشكرك جدا يا سيدنا. خلصنا للاسف، وان شاء الله الحلقه اللي جايه هنبتدي بقى نتكلم عن القديس اثناسيوس. مش ضامن، انا حاسس ان لا، هنتكلم ان شاء الله. بشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه، ونشوفكم في حلقه جديده ويوم الثلاثاء القادم وحلقه جديده من بستان العقيده.